الزمالك بعت خطاب للاتحاد اتحاد اليد. اليد ايه تفاصيل الموضوع ده؟ تفاصيل الموضوع ده ان الزمالك بقى في الموجه الاولى من كورونا كان متصدر الدوري وجي وقف النشاط. كان فاضل له ماتشين يحسمهم ياخد البطوله. تمام. ويوصل الدور قبل النهائي في كاس مصر. طبعا جت موجه كورونا فالنشاط اتوقف. بعد كده جت تنظيم مصر لكاس العالم لكره اليد. تمام. فخلاص بدا في الدوري الجديد شغال دلوقتي بس لسه في بداياته يعني. فالزمالك قال لك طب القديم ده ما ننهيه 2019 2020، لا اما اتحاد المصري لكره اليد يعتبرني فايز بالدوري، لا يكمل الماتشين لا يعتبرني فايز بالدوري. وفي انتظار رد اتحاد اليد المصري طبعا بقيادة الكابتن هشام نصر، هو اللي اجل او خلى مباريات الموسم اللي فات ما اتلعبتش طبعا تنظيم مصر لبطولة كاس العالم طبعا، اللي طبعا كان تنظيم رائع وعظيم، وبرضه منتخب المصري شرفنا وقدم مباريات قوية. هو ده اللي ما خلاش الموسم الماضي 2019-2020 يتم استكماله، وهو كله على بعضه فاضل فيه 4 ماتشات، 2 دوري و2 كاس. تمام يا علو. الزمالك طبعا متصدر المسابقة بتاعت السنة اللي فاتت، فبيقول للمهندس هشام نصر واتحاد اليد لا تلعبني الماتشين اللي فاضلين ونشوف اذا كنت هفوز بالبطوله ولا لا، او اي نادي اخر، لا اما تعتبرني انا الفائز بالبطوله ونكمل عادي البطوله اللي احنا مكملينها دلوقتي، واللي طبعا بتتلعب في الصاله المغطاه في استاد القاهره، واللي كان فيه ديربي قوي جدا بين الزمالك والاهلي وانتهى فوز الزمالك 28-27، بس طبعا كانت مباراه اسطوريه، مباراه كبيره جدا جدا من الفريقين. تمام يا استاذ علاء.